ماجد بن سلطان بن حمود الغيلاني على أول المراكز. المركز الثاني الوصول والانطلاق في هذه اللحظات من شاهين عامر بن سعيد بن سعد الرفادة المري على المركز الثاني، وهنالك من ينطلق عفوا شاهين أحمد بن سعيد بن محمد المنصوري ثالثا، وصل وانطلق في هذه اللحظات وتسلل المتحد هنا بشعار خميس بن عبد الله المرر رابع المراكز. وصل وانطلق في هذه اللحظات من وصل على المركز الرابع الاتحاد سعيد بن بطيب الخلفان المنصوري، وخامسا هنا الوصول في هذه اللحظات من شرط هلال بن صوايح بن سيف الاكتبي، وسادسا من وصل وانطلق في هذه الى اثناء هملول احمد بن سالم بن سليمان الدوحاني. وصل في هذه اللحظات ايضا هنالك من الجانب الاخر وصل هملول وانطلق في هذه اللحظات بشعار ناصر بن عبد الله بن سعيد الدرعي. الاسماء هنا بدات بالاجتماع في موقع واحد وفي مركز واحد، ولكن نعود الى مقدمة الشوط. الصدارة هناك من يتواجد على المقدمة وعلى المركز الاول باندفاعة الكبار. مزعج يا مزعج، وهنا شعار ماجد، شعار ماجد بن سلطان بن حمود الغيلاني على مقدمة الشوط مندفعا ومقدما لمزعج على صدارة الأسماء. المركز الثاني في هذه اللحظات نتابع الوصول على المركز الثاني مع هملول وشعار أحمد بن سالم الدوحاني. أيضا من وصل، أيضا من انطلق في هذه الأثناء للطام وعبد الله بن صقر بن سعيد الاكتبي، وصل وتسلل الى ثاني المراكز. المركز الثالث، الله الله الله، بدأت الاسماء تتحرك والشعارات بالانطلاق. رابع المراكز نتابع من وصل في هذه اللحظات. رابع المراكز وصل في هذه اللحظات، وصل الصامل عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري، وخامسا ايضا من وصل شاهين بشعار سالم بن سهيل بن سالم العامري. ولكن نعود مع مزعج يا مزعج، الله 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 الله، يقدم الاداء الكبير يباعد بينه وبين بقية الاسماء. انطلاقة مزعج ازعجها للحقايق. مزعج على المقدمة وعلى الصدارة منطلقا هنا بشعار ماجد بن سلطان بن حمود الغيلاني. ازعجها للحقائق الغيلاني على اول المراكز وعلى الصدارة. انطلق والعصا في الابطال، انطلق والعصا قوس. يا سلام يا سلام، النقلة على المركز الثاني، عطني الفارق هناك يا الهواري على المركز الثاني، ولا انت يا الهواري هناك على ثاني المراكز. المسافة ابتعدت هنا، والغيلاني ذهب بمزعج، ذهب بمزعج بالناموس وبالفوز، والعصا في الابطال مدفونه دفن ما حركناه. يرقد يامن في ابطانه يا مالك مزعج وماجد بن سلطان بن حمود الغيلاني. تهانينا والناموس لك على هذا الفوز. المركز الثاني وصل على المركز الثاني العابر سعيد بن محمد بن سعيد الحارثي، وثالثا وصل على المركز الثالث جدلان سعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري، ورابعا وصل على المركز الرابع هو الطام عبد الله بن صقر بن سعيد الكتبي، وخامسا وصل على المركز الخامس علي واحمد بن سعيد بن سنان الحرسوسي. إذن التوقيت الزمني لحظة وصول مزعج وفوزه بالمركز الأول والعصا في الإبطان. وهناك إذن التوقيت الزمني لحظات وصول مزعج، نتابع هنا عبر قنوات ياس الفضائية فوز مزعج وانتصاره، والتوقيت يتحطم في هذه اللحظات. 5:58 تسعة أجزاء من الثانية، ما شاء الله تبارك الرحمن، بدون أي أوامر مع مزعج وماجد بن حمود الغلاني. تهانينا والناموس لك على هذا الفوز. والمركز الثاني وصل على المركز الثاني
العابر وسعيد. هناك 6 دقائق و5 ثواني بدون أي أجزاء من الثاني على المركز الثاني مع العابر، ثانيا ونا مسلك يا مالك العابر، وثالثا وصل على ثالث المراكز، وصل على ثالث المراكز هنالك، وصل جدلان، والتوقيت الزمني 6 دقائق 7 ثواني و3 أجزاء من الثانية. إذا تهانينا والناموس والف مبروك لمالك مزعج هذا الفوز المميز والتوقيت الزمني الأفضل حتى هذه اللحظة. إذا مشاهدينا